فرنسا مثلها مثل الحرباء، والجزائر بما أن نظامها العسكري هو ابنها غير الشرعي، تراها تشتري محاباة فرنسا بكنها العداء للمملكة المغربية على سياستها التي تسعى من خلالها تنويع شركائها، وعدم الاقتصار على المستعمر، الذي ما زال يعتبرنا مستعمرة لديه. شاهد الابن الغير الشرعي لفرنسا كيف يحاكي ويتحدث بلسان الحرباء على صحرائنا المغربية. قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. شاهد أبوه الغير الشرعي كيف يلعب على الحبلين، ظنا منه أن المغرب البارحة هو مغرب اليوم، وأننا لا نعرف كيف يحشد لنا المكائد في الخفاء، خصوصا بعد قرار برلمان أوروبا الأخير وتدخله السافر الغير مقبول في استقلالية القضاء المغربي. شاهد كيف تتشبث فرنسا الحرباء بموقف ضبابي بخصوص النزاع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية. المبادرات المغربية للحكم الذاتي تشكل قاعدة جدية ذات مصداقية في اتجاه حل متفاوض عليه. ما معنى مبادرة الحكم الذاتي هي قاعدة جدية ذات مصداقية باتجاه حل متفاوض عليه؟ لماذا لا تعطي موقفا واضحا مثل أمريكا، إسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول، وتعترف بمغربية الصحراء وتقطع مع هذا الملف الذي عمر طويلا؟ ولأن المغرب حسم هذا الملف نهائيا، وأصبح يرى الدول الصديقة من غير الصديقة من خلال نظارات الصحراء المغربية. لحد الآن المغرب لم يوافق على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم إعطائه تصريحا للصحافة على أنه سيزور المغرب أواخر سنة 2022، إلا أن ذلك لم يحصل. شاهد ماذا قال المكلف بالتواصل في وزارة الخارجية الفرنسية. هل تحددت زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب؟ هل تحدد الموعد؟ لا أعرف ذلك، لا يمكنني التعليق على ذلك لأنه مش متأكد.